للمزيد من المتابعة تنضم إلينا الآن عبر الهاتف المهندسة إيناس حافظ، نائب محافظ جنوب سيناء. أهلا بحضرتك مهندسة إيناس. أهلا بحضرتك يا فندم. ألف مبروك، الخبر كان متوقع؟ الله يبارك في حضرتك. إحنا في دولة تتوقعي فيها طبعا كثيرا لتمكين الشباب. أكيد. خليني أبدأ يمكن بنقطة أنه حركة المحافظين الجديدة فيها تقريبا 7 عناصر نسائية في حركة المحافظين الجديدة اللي شهدناها النهاردة. يعني دايما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيأكد أنه خير دليل، أن هو خير دليل لدعم المرأة المصرية، ودائما ما بيعول عليها في الدولة المصرية وبناء الدولة المصرية. ويمكن النهاردة ده شهدناه بشكل أساسي في حركة المحافظين الجدد. يا إيناس، عايز أعرف منك يعني أولوياتكم في المنصب الجديد. اللي أنت بتقوليه حقيقي فعلا يا نانسي، السيد الرئيس بيتولى فعلا تمكين الشباب وتمكين المرأة، وبيتولى تمكين العناصر اللي فعلا تستحق أنها توصل لهذا المنصب عشان تكون يعني يكون حد مسؤول عن المنصب ده، لان خدمة المواطن وخدمة الانسان التحدي الاساسي الموجود دلوقتي هو الانسان، ازاي تدعميه ثقافيا وصحيا وتعليميا وما الى ذلك. وبذلك هو الناس اللي بنبتدي يتحطوا في المناصب دي لازم يكونوا مؤهلين ومدربين لذلك طبعا، طبقا لرؤية الدولة بالكامل لكده. إيناس، انت من برنامج الشباب الرئاسي طبعا. انا من برنامج الرئاسي الدفعه الثانيه، وده شرف عظيم ليا. يعني يمكن ده بقى ترجمه على ارض الواقع، هذه الدفعه من شباب البرنامج الرئاسي الان يعني اصبحوا مترجمين على ارض الواقع بوجود بصمه ليهم في الحياه السياسيه في مصر. دي حقيقه، ومش بس شباب البرنامج الرئاسي، ال 23 نائب الجدد بيمثلوا من شباب البرنامج الرئاسي من الدفعات المختلفه، الدفعه الاولى والثانيه والثالثه، وكمان بيمثلوا شباب من الأحزاب وشباب ليهم توجهات ونشاطات سياسية معروفة، وده بيمثل عدالة ما بين كل الشباب، وبيدي الفرصة وبيتيح الفرصة طبعاً. فرصة عادلة دون تمييز ما بين أي حد. عن العدالة بقى تحديدا إيناس، عايزة أتكلم معاكي إن النهاردة من ضمن حركة المحافظين كان في محافظين من الأحزاب المعارضة على سبيل المثال زي المصريين الأحرار، و معاكوا ايضا محمد موسى من التيار المعارض وبلال حبشي من حزب ليبرالي. عايزه اتكلم على هذه النقطه تحديدا يا إيناس، يعني النهارده حركه المحافظين الجديده كان فيها اشخاص من كافه التيارات سواء كانت معارضه او ليبراليه او الوسط، هو ده تمكين الشباب اللي احنا بنتكلم عنه يا إيناس؟ هو الواضح واللي انت بتقوليه واللي بيتاكد مع رؤيه الدوله، ان حتى لو انت معارض او مؤيد في كل الحالات الهدف واحد، وهو الانسان او المواطن او ان انت تخدمي المكان اللي انت رايحه فيه ايا كان توجهك ايه. طالما انت الهدف بتاعك ثابت وانت رايحه لخدمه المواطن دي، فايا كان التوجه ده بيمثل عداله، يعني مفيش استقصاء لحاجه او عزل لفئه معينه او كده، فالفرصه متاحه للجميع والفرصه متساويه للجميع. احنا دلوقتي بقى نقدر نقول ان احنا عندنا قاعدة قوية من الشباب غنية بالكفاءات الشبابية ومؤهلة للعمل الرئاسي، طبعا الكل يعني متحمس ليكم يا إيناس، عايز اعرف اولوياتكم في المنصب الجديد. الاولويات وطبقا لرؤية سيادة الرئيس ومعالي رئيس الوزراء، تنمية الانسان، تنمية المواطن، توفير لي حياة افضل، صحة أفضل، تعليم، ثقافة، كل ما يلزمه ليعيش حياة بجودة جيدة. نعم، في ذات السياق أيضا يعني بقالنا 5 سنين تقريبا منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكم جمهورية مصر العربية، ودائما ما كان بيؤكد على دور الشباب في المرحلة القادمة في مصر. عايزة أتكلم عن الدعم اللي قدمته ليكو الحكومة أو الدولة المصرية للوصول إلى ما وصلتم إليه الآن. الدولة لم تدخل بأي شيء من التدريب أو من التمكين أو من حتى النصيحة على المستوى إن حد أكبر وحد عنده المعلومة وحد عنده الخبرة، فما فيش أي حاجة تدخل عنها الدولة من تدريب وتأهيل لهذه الكوادر. وطبقا لتعليمات سيادة الرئيس إن لازم يكون في صف تاني وصف تالت وصف رابع، لأن
يعني ما اكد عليه الرئيس ان لازم يكون عندنا كوادر مؤهله انها تقدر تشيل البلد دي، ودي حاجه هو شايلها على عاتقه ان هو يقدم لمصر شباب مؤهلين فعلا ومدربين ان هم يديروا البلد. مش بعيد بس صحيح. بيتكلموا ان ليه مصر مش احسن بلد في الدنيا، لا تعالى وجرب وحط ايدك معانا وابتدي اشتغل وشوف المعوقات، شوف المحددات الموجوده وشوف امكانيات محافظتك ايه، وفكر ازاي تزود موارد المحافظه بتاعتك عشان تبتدي يبقى ليك دور فعال مش بس كلام وخلاص. اخيرا ايناس، يعني بالطبع هناك الكثير من التحديات امامك في محافظه جنوب سيناء، هتبداي بايه يا ايناس؟ أنا يعني الفكرة كلها إن سؤال سابق وقته، ليه؟ لأن المفروض أي حد فينا من نواب المحافظين إن شاء الله يوصل ويتولى مهمته، يبتدي يشوف الإمكانيات الموجودة عنده، يبتدي يحط خطة والخطة دي تكون متناسبة مع توجه سياسة المحافظ وتوجه الدولة في تنمية المكان ده طبقا للإمكانيات والمحددات الموجودة. طبعا ومشاركة المجتمع المدني ومشاركة أفراد المجتمع المدني بالكامل، لأن ما حدش بيشتغل في جزء منعزل. طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق إن شاء الله في المرحلة اللي جاية. المهندسة إيناس سمير حافظ نائب محافظ جنوب سيناء، أنا بشكرك شكرا جزيلا.